وأخيرا الحباب جا الوقت اللي غادي نحكي لكم فيه على حكاياتي مع رياضة كمال الأجسام. كيف أغرمت برياضة كمال الأجسام؟ ومتى؟ وكيف تجاوزت الصعوبات والتحديات يا شباب؟ بغيت هات القصة تكون عبرة للشباب الصاعد الطموح المتفائل، بحيث أخذت من عمري 27 عام من سنة 1997 إلى يومنا هذا 2024، وما زال عطياتي بإذنه تعالى. كل من سمع باسم عمر خالدي، وكل من عزيز لي عمر خالدي، هذه القصة موجهة لك شخصيا لكي تعمل فائدة يا شباب. رياضة كمال الأجسام رياضة جميلة جدا، لكن فيها بعض الخطوات وفيها بعض الصعوبات، لازم نخدم عقلنا أكثر من اللازم حتى نأخذ القرار في أي شيء يتعلق برياضة كمال الأجسام يا شباب. Dream of Iron. وكيف أغرم أخوكم عمر خالدي في رياضة كمال الأجسام؟ كان أنا ذاك آخر تمانين، كان وجودي الإخوان ديالي كبار كتريني، وكنت كنشوف الأجسام ديالهم مختلفة علينا بحكم أنهم كتريني وفي كمال الأجسام، يعني في واحد الاختلاف، وأنا عجبني هذاك الاختلاف. قلت لما نكبر غادي تريني دير حالك، وراكم عارفين عقلية الصغار. وكانوا الإخوان ديالي لما كيكونوا مجموعين جالسين كنت كنجي أنا وكنحيد تيشيرت، وكنبدا كنور كنبدا كنبوزي ليهم وكيضحكوا. وبلا مرة كانت كتخرج ليا دور صوة وحدة، وحدة ما كايناش عابس، وكيبقاو شادين فيا. أنا خرج جات عضلة فينا هي هادي، كنقول نمشي نعرف نخرجها وكنضحكوا. وكنت كنمشي حتى اللاصال اللي كانوا كيترينو فيه الإخوان بسباتة، وكان أنا ذاك كنا كنسكنو في الهروي، كنت كنجي من الهرويين حتى لسباتة، كنجي من ميقات ديك الساعة ونص حتى السبعة ونص، هذا هو الوقت اللي كيكون الدراري كيترينو، أكثر وقت كتلقى حسن. حسن كان عندي معاك تزعم عليه بحكم أنه كنت كيخيم كديري معاه التخيام، وهذا زعم عليه، وخا نجي مأخر هنا بعض الأحيان كيخلص مشالي. كان كيدير معايا بالو، راكم عارفين اللي صال في الاحياء الشعبيه، كتدخل كيبان لك الدروج كتهبط مع حد الدرجات كتضرب بلاصتك كتريح، كلشي كيتريني الدخان في لاصال وانت ضارب بلاصتك وتريح. وحسن كان مره كيدير معايا بالو في الدروج، لما يشوفني جالس كيقول لي انت ما تمشيش حتى نسالي نديك معايا، وانا داك الشيء اللي بغيتني كنتفرج مزيان كيسالي كنمشي انا وياه فين كنمشي، والنحله ديال الاول راك عارف بالبايل والمعالجه خاشي وجهي تاعنا وفورمي ضارب بلاصتي. كنسالي وكنمشيو للدار. جات ايام ومشات ايام، واحد اليوم كنشوف الاخ ديالي حسن كيجمع الشنطه ديالو على غير العاده، يعني بحكم اني زعم عليه انا، فين ابو حسن فين غادي؟ قال لي ودي راه غادي لواحد البطوله في خريبكا، اقصائيه بطوله المغرب في خريبكا. قلت كيف؟ قال لي راه في لاصال اختاروني، قالوا لي انت تعال العب مع الدراري وربما ترى
تربح ولا هذا، وعجبني الحال اللي يصير، بقيت كنتسنى انا في الليل، كنتسنى في الليل، وانا عارف دراني عارف در اخويا اوعر واحد مفورما احسن واحد يعني غادي يربح. لما جا في الليل وقفت لي حدا الباب، قلت لهم ربحتي حسن وريني، قال لي لا ودير اخذوا ثلاثة ديال الدراري عزلوهم وحنا راه خلاونا بوزينا شوية وحيدونا، ما نعاودش ليكم بحال ضربني شي واحد في رفيق. انا كنت كنشوفو يعني احسن واحد قفير حال. خرجت حدا الباب ديال الدار الليل ونقولها مع نفسي، قلت هادو اللي ربحوا خويا انا غادي نكبر ونربحهم كلهم بحال هكا. قلت خرجت من الصدر ومشيت نعست وغدي فقت ونسيت وراحت ايام وجات ايام. جات 1996 اخر تخيم غادي يكون في عين السبعة في النحلة، هذيك هي السنة الأخيرة اللي غادي يكون فيها التخييم. 1997 ما يكونش تخييم، أنا باقي ذاكرها. هناك فين غتجيني الشرارة ديال كيف يعني خصني نتمنى نكمل هاد الساعة هناك. وديما لما كنبغيو نخيمو الوالدة كتوقف علينا الله يذكرها بخير ويطول عمرها ويحفظها ويسمح لنا منهم، ووالديكم يا ربي يخدم لكم ويحفظهم لكم. كانت ديما كتوقف علينا كتقول حسن فين غادي خوك صغير، تقول لها راه معايا انا معاه خليه معايا خليه معايا. المهم فاش كتعرف البيضه داير عيني عليا صافي كتخليني نمشي معاه. وخيمت معاه في النحله في 1996 هو الاصدقاء ديالو. وبالنهار بعد الاحيان كل واحد فين كيمشي، كاين اللي كيمشي للخدمه ديالو كيجي في العشيه وكل واحد فين كيمشي، وانا ما نعاودش لكم حاضر بحر واكل شارب. متى ما بغيت نعوم نعوم، متى ما بغيت نجي نعس كنجي نعس حتى الليل، وكيجيو الدراري وما يدعوا ثاني وغاد لي حاضر البحر من الاخر. في يوم من هذيك الايام عمت مزيان جي خارج من البحر، جي خارج كيبان لي واحد الدري لوين ودربنا سميتو محمد العود، وكان كيتلين يا محمد العود كان كيتلين ما شاء الله واحد طوله واحد فورمه كانت عنده سبارك. هو رمقني شافني وانا جاي خارج من الموج من البحر يعني، قال لي عمر وقف. لما وقفت جاء عندي قال لي عندي لك واحد ملاحظه. قلت له انا هي؟ قال لي شي انت شات الفورمه وانت جاي من لهيه شيلت ترينيتي وشديتي يعني استمريتي في الرياضه هذه غتكون بطال بحال هكا. قال لي عرفتي بحال عطاني شي حاجه واحد الباور مو طبيعي بصراحه. والاخ هذا انا لما نزلت المغرب مؤخرا اخر سفره سولت عليه وقالوا لي ما عرفت ولا في برشيد او ولا في مديونه، وان شاء الله اذا نزلت باذن الله تعالى غادي نزوره ان شاء الله ونسلم عليه. من زمان ما شفته عطاني واحد الموتيفاسيون مو طبيعي، قال لي الا تريني رياضه كمال اجسام وطولتي فيها صبرتي فيها غادي يكون لك شان بحالك. وان شاء الله لما يدوز قدامه هاد الحلقه هاد القصه غادي تدوز قدامه غادي يتذكر ما تتلقى معايا وما تقال لي. وهاد الكلام اخويا محمد راني ما نسيتوش. هي هادي سالينا التخيام ديال 96، جا الموسم ديال بداية 97، وكان واحد الأصدقاء ديالي كيترينو في لاصال، وبحكم أنا ساعتها كنت مضروب على السيكل على البيكالا، كنركب على البيكالا، كنعرف البيكالا، وكنعرف ويلكمان ديالي كنلصقها، الساك ديالي على ظهري، وكنمشي المسافات. لما كنرجع راكم عارفين نوطرم ديال الصباح كنرجع صافي كنتعالج ورا كنبقى ندور حتى العشيه عاوتاني ما عنديش بروبليم. ومعروف كنت بيكالا هي الحياه ديالي، وكانوا الاصدقاء ديالي اللي كيترينو في لاصال كيقول لي عمر يلا معنا لاصال شي معنا لاصال ترينو في لاصال. وقلت انا ما عندي الموتيفاسيون ديال الاخ اللي قال لي تريني خليني نجرب زعما نشوف هاد الرياضه كي دايره. قلت له نمشي معاكم، مشيت مع دوك جوج الاخوان سجلت
كان أنا ذاك المدرب اسمه شاكيب في لاصال ديال الأسود، مدرب اسمه شاكيب الله يذكره بخير الدري، هذا أعطاني حتى هو واحد القوة واحد موتيفاسيون نعاود ليه. أول ما تسجلت دخلت لاصال قال لي تدخل دير شوية ديال لي تيرمو أنا غادي ندخل عندك ونخدم معاك بلاصة راكم عارفين. أنا دخلت درتها ها الدراري مشاو كيترينيو، أنا بان ليا واحد الجهاز اللي هو ديال 45 هذا ديال ليك بريس الفخاد، تخشيت فيه وبقيت كندفع للعاب لحدي كيعجبني كندير الوزن وكنتخشى عاوتاني وكندفع شوية غادي يجي الكوتش شاكيب يدخل كيبري عليا ما لقانيش واقع واحد شوية كنبان لي راه غادي في مخي في ذاك الجهاز خلاني حتى سالي في الدولة ويجي عندي قالي انت يلا تسجلتي اول يوم قالي انا دخلت عندك باش نشوفك ناقصك شي حاجه نعاونك وهذا، لكن اللي دار انتباه ديالي هو انك انت كتخدم في الجهاز هذا، هذا الجهاز هذا الدراري كهربوا منه ما كيخدموش رجلين كيخافوا منه حيت راكم عارفين معظم الدراري كهربوا من رجلين. قالي انت ملي انت دخلتي اول جهاز كتخدم به هذا شتي انت الا استمرتي في الرياضه غادي تكون بطل، وزاد كمل عليا انا من الاخر مع منين في الحديد وجا من وراه واحد الكوتش سميتو عبد الهادي حتى هو هناك اشتغل الله عمره دار حتى هو استفدت منه بزاف للعب الحديد وعجبني الحال في العصار وليت ملتزم مستمر كنجي كنبغي نتنين مع الاصدقاء ديالي بعد الحين حاضر ممكن نضرب معاكم كيخليوني كيديروا لي خاطري خلوني عندكم كيبداو يعاونوني واحد شويه واحد منهم تقلق قال لي اسمع وسيت تصح وتعال خدم معانا من الاخر جاني من الاخر قال لي سيت تصح وتعال خدم معانا عزيز خاطري نعاود لكم مشيت كنبري على راسي كنهضر على راسي كنتنين بوحدي كنتقاعد داز شهور الاخوان هادوك ما بقاوش مستمرين وقفوا بقيت انا كنفر. جا واحد يوم من الايام رجع الاخ هذا اللي قال لي ستتصح وتعالى رجع داك يسخن بحال هكا قلت له عطيني قداش اضرب الصدر قلت له ندخل معك الصدر قال لي زيد ندخلوا الصدر كيتصحاب راسه واش ما عندوش البروبليم باقي عاقل على قبل شهرين قبل ما يقطع ولا ثلاث شهور انا مستمر وواحد واقف واصلا انا باغي نتريني معاكم عارفين قد ايش صغر واحد مسكين قاطع شهرين ولا ثلاث شهور غادي يجي ما غاديش يقدر يدفع هذاك الوزن اللي كان كيدفع راكم عارفين الواحد راه كيوقف اسبوعين كيتغيروا الاوزان ديالو. بديت كنصوب كنخبط كيخبط معايا كنزيد وصلنا مع تبليت بديت حتى 20-20 هو بدا داك الشيء ثقيل نعاود لكم انا ضربت الجلسه ديالي حطيتها جا هو ما مشاتش مع الجلسه هو يحطها قال لي بدون مسؤوليه وجبناكم وحنا معاكم عرفتي راكم عارفين عرفتي انا حبست الضحكه نعاود لكم عرفتي انا لما سمعتك وجبناكم وحنا معاكم حبست الضحكه وبرد لي خاطري حيت هو اصلا قبل كم شهر قال لي وصلت صح وتعال خدم معنا واش نبقاو نعاونو فيك نعاود لكم بديت صرا وبديت كنافيغي على راسي من هناك بديت كنافيغي على راسي صرا